هل المرأة ترفع الحجاب عن وجهها بعد الإحرام أم لا؟ المرأة ما ترفع الحجاب عند الرجال، لا في الإحرام ولا في غيره، ولا في الصلاة ولا في غيره. إذا كان عنده رجال تغطي وجهها وهم غير محارم لها، لكنها ما تلبس البرقع والنقاب فقط، أما الشيلة والغطاء والثوب تغطي وجهها به، هذا واجب عليها عند الرجال، محرمة وغير محرمة. نعم.